العدد ديال القوارب، هاد الناس اللي كيملكوا كاين 1300 قارب. العدد ديال الناس اللي واقفه حاليا كاين 1150 واحد اللي كاينه واقفه هنا فيه كتناض مول فلوك. كاين الناس الغريب في الامر، كاين الربعه اللي مشروكين في الرخصه هنا، ربعات الناس مشروكين في الرخصه، ربعات العائلات مشروكين في الرخصه. اغلبيه هنا في اللي كاين هنا مول رخصه، اغلبيه الساحقه تقريبا كاين شي 1000 اللي عندها رخصه. ومع ذلك خلاو الناس اللي عندهم 20 و25 30 خلاوهم للشكاره، هو اللي بقى تما كيمارس المهنه بحريه ديالو، يدير كما بغى هو في البحري. وهاد الناس شردوا، اش من حق كيشردوا هاد الناس؟ هذا كاين الناس هنا في اللي في عمره 80 سنه واقف هنا في من العيب. اي واحد عنده 80 عام واقف هنا، ودابا في عمري 75 سنه دابا، وانا دوزت هاد الشيء ودابا شهرين وانا هنا قاعد وما تعطيني حق. والرخصه ديالي اللي غادي نعيش بها انا هذيك هي الانتري ديالي، مشات في حالتها تقلعت لي هكاك ظلما. واليوم دابا انا والو، المراه بقات كفيفه، انا الصحه ما بقاش، ودابا مشيت ضحيه والو. دوكا عاود تشوف عشا داير فيها ميكا، اللي هي مشي للميكات تشوفي كيفاش الناس كتعيش، كيفاش الحياه عندنا دايزه في هذاك. واش هذا عندنا احنا اسلام ولا نصارى ولا يهود؟ احنا دابا 70 يوم ما بين الليل والنهار، 40 يوم قول لي 70 يوم بليل ونهار امام وزاره الصيد البحري. احنا 40 سنه وحنا في اقليم واد الذهب، احنا مهنيين بحريه كنبحروا، جات وزاره الصيد البحري شردتنا احنا 50000 وحنا بالرخص ديالنا، ماشي كنطالبوا شي حاجه ما عندناش، حيدونا الرخص ديالنا وطردونا من 2005 وحنا كناضلوا الوعود. اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، السنه الجايه السنه اللي فاتت حتى السنه الفايته، هاد السنه 2018 جينا في شهر 4 هنا درنا وقفه احتجاجيه، استقبلونا قالوا لنا المطالب ديالكم محلوله، بركوا معنا المطالب محلوله على 15 يوم غنفكوا لكم المطالب ديالكم. تسنينا 15 يوم من شهر 4 2018، تسنينا شهر 5 شهر 6 شهر 7 شهر 8 شهر 9 قال في المطالب درتو معانا، قال لك بالله تيك هذا من تما احنا جينا وقفنا عمرهم ما جاوبونا، عمرهم ما حلوا لنا الباب، الشتا والبرد واحنا ديما هنا عمر شي واحد ما سولنا. ورا كنباتوا تحت الميكا 44 يوم هذه من 1/10 لحد الان، وحنا كنباتوا تحت الميكا وكيجي المخزن باللي كيجري علينا، ما الناس هادشي ما عرفناش شكون المصريين مدخلين تيقول لنا ما ماشي بلادكم ولا واش حنا مغاربه ولا ماشي مغاربه، راه عندنا لاكارطات، الا كانوا عندنا لاكارطات ما كيسوا والو، يقولوا لنا ودي خرجوا البلاد خرجوا البلاد، يفتحوا لنا نمشيو شي بلاصه، ما يمكنش يبقاو يوعدوا فينا واخا غادي نعطيكم واخا نعطيكم، يعطيونا شي حاجه، يعطيونا الفقره راه 30 عام وحنا خدامين عليها. انا عندي نص ديال بلوكه، نص ديال بلوكه خدمت عليها 30 سنه، انا عندي 45 سنه خدمت عليها 30 سنه، ود 15 عام مشيت للبحر ياك، وتغطات لي رجليا كتشوف بها ياك، وفي الاخر يحيدوا لي وعندي خمسه دموز كنجري عليهم، اللهم ايدا ان هذا المنكر. وهاد الناس اللي كتشوف بهم راه هما البحريه الاحرار، يقسموا بالله العظيم الا هادو هما البحريه، واللي لهيه هادوك الكاشورات مول 30 ومول 40 ومول 50 ومول 60 راه جالس في الكوشطه جالس في البر وكيتخلص، واحد كيمشي يضرب على ثمره واحد كيتخلص فيها. وهاد الناس هادو تجي ملي ضاقت الناس رجال كطالب حقها، ما كطالبش صدقه، وكيطالبوا في الحقوق ديالهم يعطيوها ليهم، وبلا اللي يعطيهم رزقهم، راه ما كيطلبوا شي واحد يعطيهم شي حاجه من دارو، هادي راه وزاره، هادي راه ديال دوله. وحنا اليوم من هاد المنبر كنقولوا لهم راه ما غاديش، راه لما استقبلوناش ولا ما داروش معنا الحل احسن يفتحوا لنا الحدود ونخرجوا من هاد البلاد. راه والله تنقعدوا عام هنا ولا عامين ما نمشيو الى مدينا حقنا، ما كنطلبوا الصدقه، كنطلبوا رزقنا يرجع لينا، الرزقه ديالنا نزعت منا ظلم وعدون، ماشي بزز نزعوها منا، وجابوا لنا العسكر 2004 2005 وبحالنا حنا جينا من بوليزاريو، جابوا لنا العسكر وطنوكا ووقفوا لنا في العريش، راه كلشي كيعرف العريش ديال الداخله، وجابوا قال لي كيبغي يتيروا فينا وتيراه والله الا تيراه، علاش بغات ترجع هربنا؟ ولكن ملي دخلنا جينا هنا امام وزاره الفلاح والصيد البحري كنطالبوا بالمسؤول ديال سعيد عزيز اخ النوش يدخل يفك لنا حد، انا ماشي كنطلبوه.